الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، صباحكم طيور محلقة، معلنة مع تباشير صباح أن انطلاقة برنامج علم مرح تبدأ الآن. فيه المتعة والفائدة والمواهب المتألقة، وبالتأكيد مفاجآت كثيرة بين ثنايا هذا البرنامج الذي دائما ما ننقله لكم من 9:30 حتى 11:00. كونوا لنا من المتابعين وبإذن الله ستجدون ما يسركم وينال إعجابكم. ودعونا أقول صباح الخير لك يا خديجة. صباح الخير لك يا تسنيم، وصباح الخير لكل المتابعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأطفال متابعين الأحبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم علم ومرح. إن شاء الله حلقة سنقضي فيها متعة وتسلية وفائدة مع الأصدقاء والمواهب الموجودة معانا أكيد، ونسعد بسماع أصواتكم الجميلة والمشاركة في مسابقة لغتنا الجميلة. إن شاء الله حلقتنا ستكون جميلة بصحبتكم أصدقائنا الأطفال، فكونوا لنا من المتابعين وأهلا وسهلا بالجميع. وأصبح أيضا على زميل البطل يزيد، فصباح الخير يا يزيد. صباح الجمال يا خديجة، وصباح الخير والنور والبركات لكل من يتابع برنامج علم ومرح عبر أجمل شاشات شاشة تلفزيون سلطنة عمان، متمنين لكم قضاء أجمل وأمتع وأروع الأوقات برفقة فقراتنا من مواهب، من مكالمات، من مسابقات وغيرها من المحطات التي يتضمنها برنامج علم ومرح. كذلك أرحب بأصدقائي الأطفال الموجودين معنا اليوم في الاستديو، وأيضا أصدقائي الأطفال اللي تابعونا من خلف الشاشات، وأقول صباح الخير والجمال لك يا تسنيم ويا خديجة وليلاس. صباحك خير وبركة يزيد، وأيضا نقول صباح النشاط والحيوية لليلاس. صباح النور يا تسنيم. أصدقائي الأطفال، أجمل تحية نهديها لكم في هذا الصباح الجميل من صباحات عمان الغالية. إن شاء الله ستمطر علينا بالمواهب المختلفة، وأصبح على زملائي خديجة ويزيد وتسنيم، فصباح الخير بعبق اللبان القادم إلينا من خريف صلالة الخضراء. إذن صباح الخير لك يا ليلاس، وصباح الخير لكل أصدقائنا الأطفال اللي حاضرين معانا في الاستوديو، وأصدقائنا اللي يتابعونا أكيد على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. إن شاء الله حلقتنا اليوم مختلفة وجميلة، نشكر وزارة السياحة على دعمها لحلقتنا لهذا اليوم، ومحضر لكم كذا مجموعة من المفاجآت الجميلة المختلفة من وزارة السياحة. كونوا لنا من المتابعين أصدقائنا، وأيضا نرحب بالحلوين اللي حاضرين معانا. خلونا نتعرف على أسمائهم، بعد كذا إن شاء الله راح نتعرف على مواهبهم المختلفة. عرفنا على اسمك يا بطل. ناصر الأخضوري. يا أهلا وسهلا. أنيم سالم الشكيري. يا أهلا وسهلا. ريماس أيمن توبي. أهلا وسهلا. تعطي الميكروفون زميلتك. هلا راشد النصيبي. أهلا وسهلا. ود قيس الهشامي. يا أهلا. نعمة سالم الشكيري. أهلا وسهلا. علي موسى الذهلي. يا أهلا. ميس درويش حمود أولاد ثاني. محمد موسى علي عبد الله الذهلي. اهلا وسهلا بكل هؤلاء الاطفال الحلوين والمتالقين، اهلا بهم وباحلامهم وطموحاتهم الجميله التي تبني عمان. علم ومرح يتواصل معكم، كونوا معنا باحلامكم. Oh,
منى، اهلا وسهلا بكم اصدقائنا الاطفال، نرحب فيكم ونرحب بكل من انضم لمتابعه علم ومرح خلال هذه الدقائق. سعيدين بتواصلنا معاكم وايضا سعيدين بسماع اصواتكم الجميله وبمشاركه اصدقائنا الاطفال اللي حاضرين معنا. اصدقائنا الاطفال، بما ان نحن في اجازه واجازتنا ما شاء الله طويله جدا، كيف نستثمر هذه الاجازه؟ سؤال لكم اصدقائنا الاطفال، راح نسال ايضا هذا السؤال لاصدقائنا المتصلين، كيف نستثمر الاجازه؟ وحلو ان نحن يعني كل طفل او كل صديق مشارك معانا، وايضا انتم يا اصدقائي الاطفال محضرين كذا اشياء مختلفه، فحلو ان نحن نسال الثانيين نستفيد من خططهم والاشياء اللي محضرينها لهم، لان استثمار اجازه الصيفيه الاستثمار الامثل يعود على الشخص بالفائده والنفع. كل ما طورنا نحن من مهاراتنا، نمينا عقلنا، تعلمنا مهارات جديده واشياء جديده، هذا كله ينضاف لنا نحن. فتسنين كيف تستثمر اجازتك او ايش خططه يعني لهذه الاجازه؟ انا بصراحه يا خديجه عجبني الموضوع اللي بدينا طبعا نطرح اليوم اللي هو استثمار الاجازه، لان دائما هذا الموضوع لا يشغل فقط الاطفال، يشغل جميع الناس حتى اولياء الامور، كل فرد منتج وقادر على العطاء يهمه هذا الموضوع. دائما لابد ان نؤمن بموضوع واحد يا خديجه ويا يزيد ويا ليلاس وللجميع بالتاكيد، ان هذا الوقت سيمضي، وما ان الوقت سيمضي لابد ان نستثمره ونحسن استغلاله خير استغلال، لان دائما عندما لا نقضي الوقت في لا شيء أو نضيع أوقاتنا فيما لا ينفع يولد الندامة والحسرة دائما. فمن المفيد جدا أن نقوم بالأشياء التي تنفعنا، والأجمل يا خديجة بأن استثمارنا لهذا الوقت يأتي بالاستفادة من الآخرين، لما نشارك الآخرين خططنا وأفكارنا صحيح. تطلع لنا أفكار جديدة، وإيش رأيك أنت يا يزيد؟ صحيح كلامك يا تسنيم، وأيضا بصراحة عني أنا يعني نحن يجب علينا أن نستثمر الإجازة الاستثمار الأمثل، مثل تنمية المواهب، ممارسة الهوايات، وأيضا ما نهمل القراءة، بما أن القراءة شيء مهم في حياتنا، وأيضا بما أن أنا الحين في البلد أزور أهالينا مثل أخوالي، أعمامي، خالاتي، أجدادي، نزورهم بما أن يعني نحن الحين في البلد، نستغل هذه الأيام. وأيضا أنا بما أني أحب السياحة الداخلية أزور الأماكن السياحية التي تزخر بها سلطنتنا الحبيبة، مثل الأفلاج، القلاع والحصون، ويا كثر المتاحف معانا في السلطنة. فجميل أن نستغل هذه الإجازة الصيفية فيما هو نافع، ويعني يكون نافع لنا ويعطينا الثقافة عن سلطنتنا الحبيبة. وأيضا مثل ما قلت أقول دائما القراءة، مثل ما نحن نغذي أجسامنا بالطعام نغذي عقولنا وأذهاننا بالقراءة. صحيح يا يزيد، وعلى طار السياحة وذكر زميلنا يزيد السياحة، ما شاء الله وزارة السياحة قدمت للأطفال أمس وأيضا اليوم موجودة معانا مجموعة من الكتيبات اللي تحوي على المعالم السياحية الموجودة صحيح. في السلطنة، منها أفلاج، حصون، قلاع، أشياء تقليدية أيضا. فحلو أن أصدقائنا الأطفال يعني يتعلموا من هذه الكتيبات، يتعرفوا على الأماكن السياحية اللي ما يعرفوها. وأنت يا ليلاس كيف تقضي إجازتك أو إيش خططتي للإجازة؟ يا خديجة أنا خططت أن أروح مدينة صلالة بما تسخرها، يعني خاصة بهذا الوقت المناسب، لأنها هي متميزة بالأجواء الجميلة والرائعة مقارنة بمناطق الأخرى للسلطنة. جميل، حلو، ولاية صلالة تزخر بالخريف الجميل، محافظة ظفار بشكل عام يعني صحيح. فحلو أن الكل يزور صلالة يبرد على نفسه شوي من هذه الأجواء الجميلة. أيضا يا ليلاس إيش حضرتي، إيش مخططة تسوي غير أنك تزوري صلالة؟ أنه أنمي مواهبي وأزور الأرحام. حلو جميل، وأقوم بهواياتي المختلف ونميها. جميل، طيب بما ان نحن وقتنا راح يكون طويل، حطيتي جدول مثلا انك مثلا اليوم تمارسي موهبه معينه وبكره مثلا هوايه مختلفه او كذا، او ان كل يوم تسوي شيء مختلف؟ كل يوم اسوي شيء مختلف. حلو جميل. ايضا تسنيم ويزيد وليلاس في نقطه حلوه مهمه جدا نذكر فيها اصدقائنا الاطفال، وهي الاعمال التطوعيه. بما ان نحن في اجازه واجواءنا شوي حاره بشكل كبير يعني، فمثلا لما نشوف الحيوانات، الطيور مثلا، القطط، حلو ان نحط كذا ماي بسيط بارد يبرد عليهم في هذا الحر وهذه الاجواء يعني الصيفيه الحاره الموجوده معنا. صحيح والله، يبرد على الجميع باذن الله. وايضا يا خديجه ما فقط نكتفي بممارسه الاشياء اللي نحبها، الاجمل ان نتعلم ونكتشف اشياء جديده، دائما المحاوله تصنع لك الف درب من دروب النجاح، فلا تعتمد فقط على الاشياء اللي نعرفها، يمكن في ابواب كثيره ومواهب عديده احنا ما عارفين انها عندنا، لكن اللي راح يكشفها ويطرقها هي المحاوله فقط. صحيح يا تسنيم. طيب ايش رايكم بعد هذا الموضوع الجميل والحوار الممتع نبدا مع مواهبنا الحلوين ونشوف ايضا نسالهم نفس السؤال كيف استغلوا اجازتهم؟ خلونا نبدا مع اول طفله معانا صديقتنا آلاء. آلاء تتفضلي معانا، تعالي يا آلاء توقفي هنا. كيف حالك يا آلاء؟ خير. آلاء في اي صف؟ صف الثالث. رايحه صف
كم؟ سابع. الصف السابع ما شاء الله، جميل. طيب يا آلاء، بما من أي ولاية زايرتنا في البداية؟ ولاية الرستاق. يا أهلا وسهلا فيكي. طيب بما أن نحن في إجازة وإجازتنا طويلة، كيف تستثمري هذه الإجازة؟ نقرأ القصص أو الكتب ونرسم أو نلون. جميل، حلو. تلوني وترسمي مع أخواتك مثلا، أو مثلا مع صديقاتك، أو من؟ مع الجميع؟ جميل. طيب حلو ان احنا نستثمرها يعني نقضي الاجازه باشياء جميله وتفيدنا وتمتعنا ايضا، صحيح يا آلاء؟ حاطه في بالك راح تزوري مكان مثلا او تروحوا مكان، ولا بعد ما خططتوا؟ بعدنا. بعدكم؟ طيب ايش محضرت لنا؟ صناعه من الورق. الصناعه من الورق، صناعات انت صنعتيها من الورق. طيب خلينا نشوف هذه الصناعات المختلفه، وكلمينا في البدايه متى بديتي تسوي هذه الاشياء؟ من الصف الرابع. من الصف الرابع، جميل، حلو. ومن يساعدك دائما؟ أختي. ومن يقص معاكي؟ أختي. حلو. طيب أول شيء هذا إيش اللي مسويت لنا إياه؟ وجه. أيوة. هذا كيس. كيس. طيب حلو، الأشياء هذه اللي تصنعيها وتسويها بعدين كيف تستخدميها؟ كيف تستغليها؟ أوزعها. توزعيها هدايا لصديقاتك وأخواتك وأهلك؟ جميل، حلو. طيب ياخذ منك وقت كثير، او انه يعني مثلا تصنعي مثلا الواحد في وقت بسيط جدا؟ وقت بسيط. وقت بسيط، جميل. كيف تختار الالوان وتنسقيها؟ خبرينا اكثر عن هذه الموهبه الجميله. من يساعدك في اختيار الالوان؟ اختي. اختك، حلو. هذه الاخت تساعدك في كل شيء، يعني جايه معك هي اليوم، صح؟ نوجه لها تحية ولكل أولياء الأمور اللي حاضرين معانا اليوم. طيب هنا صنعت لنا شيء جميل بعد، حلو، خلينا نشوف. يا سلام، كيف صنعتيها؟ بالورق. بالورق. ومن اختار لك الألوان المختلفة نسقتيها؟ أنتي، جميل، حلو. طيب مثلا كنت تشوفي فيديوهات وحبيتي أنك تصنعي مثله، أو كيف؟ أو مثلا من عقلك فكرت تسويها؟ شفت فيديوهات. حلو أن نحن أيضا نستغل مواقع التواصل الاجتماعي بأشياء تفيدنا وننمي منها مهاراتنا وهواياتنا. طيب يا صديقتنا، ايش حابة تصيري لما تكبري؟ دكتورة. دكتورة. وعلشان تصيري دكتورة ايش لازم تسوي من الحين في المدرسة؟ اذاكر. تذاكري وتجتهدي، صحيح؟ جميل يا صديقتنا، نتمنى لك كل التوفيق. بما ان تسوي مثلا هذه الاشياء، هل عندك مواهب ثانية، هوايات مختلفة اخرى؟ الرسم. الرسم، جميل. وبعد غير الرسم؟ بس الرسم؟ يلا إن شاء الله الله يوفقك يا صديقتنا وتصير دكتورة في المستقبل، ونشوف أيضا إبداعاتك وأشيائك المختلفة، هي جالسة تشوف على أهلها هناك. شكرا لك يا آلاء، وبالسهل تحية كبيرة، حيوها. شكرا لك يا آلاء، تفضلي مكانك. رح نروح لمكالمة مع زميلي يزيد. شكرا لك يا صديقتي آلاء. ننتقل الحين إلى مكالمة أولى معانا في البرنامج، ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معانا؟ سعيد من يوسف الخروصي. اهلا وسهلا يا سعيد. سعيد من اي ولايه تكلمنا؟ سويق. من ولايه السويق، ما شاء الله. وفي اي صف يا سعيد؟ السابع. ما شاء الله، في الصف السابع وتروح الثامن يعني. ايوه، يعني انا وانت نفس العمر. طيب يا صديقي سعيد، تابعت البرنامج اليوم، حلقه اليوم تابعتها من البدايه؟ ايوه. في موضوع كنا نتكلم عنه انا وخديجه وتسنيم وليلاس، اللي هو كيف نستغل الاجازه الصيفيه الاستغلال الصحيح. انت ايش تسوي في هذه الاجازه الصيفيه؟ الرياضه وقراءه الكتب. جميل، ممارسه الرياضه وقراءه الكتب. وايضا من ناحيه الدينيه؟ وقراءة القرآن. قراءة القرآن، يا سلام عليك يا سعيد. طيب يا سعيد، فاهم مسابقة لغتنا الجميلة؟ نعم. يلا نشوف المسابقة. هذه المسابقة الحين معاك يا سعيد، تقول الفقرة: من الألعاب العمانية التقليدية لعبة خوصة بوصة، وتلعب في فراغ. يلا يا سعيد. نعم. يلا، ايش الاجابه؟ يعني انت الحين معاك فقره فيها ثلاثه فراغات، عليك باسرع وقت انك تملئ هذه الفراغات. يلا. من الالعاب العمانيه التقليديه لعبه خوصه بوصه، وتلعب في الجامعات ام الساحات؟ ساحات. وتلعب في الساحات، ممتاز يا سعيد. ويؤديها عدد غير محدد من فراغ الاطفال. لا، مش الأطفال.
الإجابة اللي في الوسط إيش؟ اللاعبين. يلا. اللاعبين ممتاز. سعيد الذكور والإناث، وتلعب في شمال عمان، حيث يشكل اللاعبون حلقة فراغ مثلثة أم دائرية؟ دائرية. ويشكلون اللاعبون حلقة دائرية. ممتاز يا سعيد، ويرشحون أحدهم بترديد أهزوجة خاصة باللعبة. ممتاز يا صديق سعيد، جاوبت كل الإجابات الصحيحة، ونبارك لك 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل من المكالمات إلى فقرة جميلة موجودة معنا في البرنامج. إيش هي يا خديجة؟ طبعا عندنا فقرة جميلة وهي فقرة المناديس، لكن اليوم مناديسنا راح تكون مختلفة. راح أصدقاء الأطفال راح يقوموا بتركيب القطع يعني عشان يشكلون لنا لوحة، وهذه اللوحة فيها شيء جميل. خلينا نشوف تفاصيل مع تسنيم. تسنيم يلا عندك الكلمة. إذا نفس ما قالت خديجة، مسابقتنا اليوم مختلفة، فيها تحدي ومعلومة وإفادة. المطلوب منا دائما راح نختار ثلاثة من الأطفال الحلوين موجودين معنا هنا في الأستوديو، كل واحد منهم راح يركب صورة فيها أجزاء مفقودة. الأسرع والأدق واللي طبعا راح يحصل على الصورة متكاملة بشكل صحيح وسريع، واهم شيء السرعه، هو راح يكون فايز معانا. وايضا راح تكون هناك معلومه موجوده خلف الصوره. خلونا الحين ارحب بالابطال اللي راح يشاركوا معانا في المسابقه، ويا ترى من الفائز معانا اليوم؟ صديقنا محمد، تفضل. تفضل يا بطل محمد، اختار لك اي مكان ونشوف عاد الصوره اللي بتكون لك من نصيبك. اليقظان تفضل، وصديقتنا ريماس تفضلي. خلينا نقل الصوت معك يا بطل. إذا تعطينا اسمك الثلاثي مرة ثانية صديقتنا؟ ريماس أيمن توبي. حياك الله يا ريماس. والبطل معانا؟ يقظان بن ناصر الأخضوري. أهلا وسهلا بالبطل. محمد موسى الذهلي. محمد، يقظان، ريماس، عندكم الصورة ووقتكم يبدأ الحين. حطوا ناقلات الصوت. عطني ناقل الصوت. وأنت يا بطل جاهزين وفاهمين المسابقة، راح أشوف مين يفوز معانا اليوم. وطبعا ليلاس وخليقه ويزيد خلكم تابعين معانا، وايضا اصدقائنا الموجودين هنا، وانتم ايضا يا من تتابعونا من خلف الشاشات. نبدا على بركه الله. تفضلوا، حاولوا تركبوا القطع في مكانها الصحيح. تسنيم، لحد اصدقاء الاطفال ما يركبوا هذا القطع راح نروح لصديقتنا رنيم. تعطيني نقل الصوت لو سمحتي. سلمتي. تعالي يا ماما، تفضلي معانا يا رنيم. كيف حالك يا شاطره رنيم؟ في أي صف؟ تروحي صف كم؟ الرابع. الصف الرابع؟ يا سلام، مع من جاية اليوم البرنامج؟ مع بنت خالتي. يا سلام، جميل. طيب يا صديقتنا، تعالي صوتك أكثر وتحطي الميكروفون كذا علشان كلنا نسمعك. رنيم، إيش تسوي في الإجازة؟ أقرأ. تقرأي القصص؟ الجميل. وأنت إيش محضرت لنا اليوم؟ أيضا قراءة قصص صحيح؟ جميل يا صديقتنا. لكن نحن بما أن وزارة السياحة اليوم حلقتنا يعني دعم حلقتنا، فمجموعة من الكتيبات والقصص حضرتها لأصدقاء الأطفال، فيها يعني معلومات عن الأماكن السياحية الموجودة في سلطنتنا الحبيبة عمان. فنحن اخترنا لصديقتنا علشان تقرأ معانا ونشوف قراءتها. جاهزة معانا يا رنيم؟ يلا. وأيضا وزارة السياحة راح تقدم هدايا لأصدقائنا الموجودين معانا في البرنامج اليوم. تقرأينا يا صديقتنا؟ يلا. نقرأ حديقة الصخور؟ يلا، 1 2 3. حديقة الصخور. ايش رايك تمسكيها انت وانا امسك لك ناقل الصوت؟ يلا. حديقة الصخور تقع بولاية الدقم في محافظة الوسطى. هي عبارة عن مساحة شاسعة شكلتها الطبيعة، فجعلت من صخورها أشكالا فنية غريبة. يا سلام، وهذه المعلومة عن حديقة الصخور الموجودة في محافظة الوسطى بولاية الدقم. جميل، تقرأين لنا شيء آخر أيضا؟ حابة تختاري شيء؟ يلا اختاري أنت وتقرأي لنا يا صديقتنا. جبل القرى يطل على ولايتي طاقة وصلالة، والكتلة الثالثة هي كتلة جبل القمر والتي تحتضن ولايتي رخيوت وظلكوت. يا سلام، تستاهل تحية على قراءتها الجميلة. تاخذين أقل الصوت؟ طبعا أصدقائنا الأطفال، هذا الكتاب يحتوي على مجموعة من المعلومات الموجودة
معلومات يعني عن الأماكن السياحية الموجودة في السلطنة، الأماكن المختلفة مقدم من وزارة السياحة لأصدقائنا الأطفال. هي كتيبات يعني فيها مجموعة من المعلومات ورسوماتها وألوانها علشان تجذب الطفل إنه يقرأ، وحلو إن الأطفال يتعلموا أشياء عن السلطنة. إيش حابة تصيري لما تكبري يا رنيم؟ دكتورة. دكتورة إن شاء الله تصيري دكتورة يا صديقتنا، تستاهل تحية مرة ثانية، حيوها. شكرا لك يا رنيم. تسنيم كيف الأجواء معاكي؟ خلاص تقريبا خلصوا أغلب أصدقائنا الأطفال. إنزين أول حتخلص من ريماس. ريماس كانت أول واحدة خلصت. ريماس تعرض الصورة، أهم شيء مثبتين القطع زين، تعرض الصورة للمشاهدين. أيوة صديقتنا ريماس، إذا ريماس أول واحدة خلصت. أنا أعطيكي ناقل الصوت صديقتنا، شايف اللوحة ريماس اللي عندك؟ إنزين إيش رأيك تقلب الصورة عندك؟ هناك معلومة تشاركينا مع المشاهدين الكرام، المعلومة الموجودة خلف الصورة. تقرأين المعلومة ريماس. صديق السائح، لا تقترب كثيرا من المياه أثناء زيارتك السياحية للشواطئ والمياه العميقة. ما شاء الله، إذن هذه نصيحة جميلة دائما بالتأكيد وزارة السياحة يعني تحرص على أن هذه النصيحة تكون موجودة لسواح جميعا، وليس فقط لسواح، أيضا لكل من يرتاد هذه الأماكن سواء كان مواطنين العمانيين وغيرهم بالتأكيد، ونحن نرحب بالجميع. هناك معلومة أخرى صديقتي ولا هذه المعلومة؟ جميل. انزين نشوف معلومه ثانيه من صديقنا يقظان. يقظان انت خلصت مركب الصوره؟ يلا ايش رايك تعرضها للمشاهدين وتقرا المعلومه خلف الصوره؟ وهذه لوحه اليقظان، تفضل يا بطل. بس يا صديقنا نمسك ناقل الصوت بهذه الطريقه عشان اكيد الكل يسمع. استأذن قبل تصوير الاشخاص وزملائك الخاصه في مواقع السياحيه واستمتع براحتك. صديق السائح، لا تقترب كثيرا من المياه أثناء زيارتك السياحية للشواطئ والمياه العميقة. صديق السائح، لا تقم بقطف الثمار من الأشجار أثناء زيارتك لبعض المواقع السياحية إلا بعد أخذ إذن من صاحبها. صديق السائح، حافظ على نظافة المرافق السياحية والمكونات البيئية لأنها سر جمال بلادنا. صحيح جميل، نحن نلتقط الصور الجميلة والتذكارية لهذه الأماكن السياحية، ولكن لابد أن نحترم خصوصيات الآخرين، لا نلتقط صورة إلا باستئذان، والأهم أن نحافظ على هذه المناظر الجميلة. ونشوف صديقنا البطل محمد تقرأ لنا معلومة من الصورة التي كونتها بعد أن ركبت القطع المفقودة، وتعطي ناقل الصوت يا بطل. صديقي السائح، استأذن قبل تصوير الأشخاص والأملاك الخاصة في الموقع السياحية واستمتع براحتك. صديق السائح، لا تقترب كثيرا من المياه أثناء زيارتك السياحية للشواطئ والمياه العميقة. صديق السائح، لا تقم بقطف الثمار من الأشجار أثناء زيارتك لبعض المواقع السياحية. جميل يا صديقنا. صديقي زين، أنا أريد أسألك، أنت لما تروح أماكن مثلا ما شاء الله تزور الجبل الأخضر أو أي مكان سياحي في مجموعة من الأشجار، نقطف الثمار الموجودة فيها؟ ما نقطفها. صحيح، إذا كانت خاصة ملك خاص لابد من الاستئذان، وفي النهاية دائما يعني يفضل أن نأخذها من مكانها المسموح للشراء والبيع، لأنه هذا دائما ما ينعش حركة السياحة يا صديقنا المبدع والمتألق. لكن في النهاية هي مسابقة جميلة استفدنا منها معلومات مهمة لكل سائح يزور هذه الأرض الجميلة وهذا الوطن الغالي. لكن من كان أسرع واحد في التركيب؟ صديقتنا ريماس. إذا ريماس هي اللي فازت معنا اليوم في استماعنا مبلغ 30 ريال عماني مقدم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. مبارك لك يا ريماس، كنتي سريعة، وأيضا أنتوا أتحفتونا بالمعلومات الجميلة والمفيدة، والأهم من هذه المعلومات أن نطبقها دائما في كل زيارة، خصوصا الآن في الصيف تنتعش حركة السياحة أكثر وأكثر. فيعطيكم ألف عافية يا أبطال، وأشكركم دائما طبعا على حضوركم معنا، ونتمنى تستمتعوا بما تبقى من فقرات. ونعود إلى خديجة. شكرا لك يا تسليم، واللعبة جميلة وحلو ان الاصدقاء او لما يركبوها يتعرفوا وياخذوا قيمة معينة عن الاماكن السياحية الموجودة اللي هي التطبيقات السلوكيات المختلفة. نروح لصديقتنا ليلاس مع مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفنا على اسمك الثلاثي مع القبيلة؟ هود بن طه القاسم. يا صديقنا ممكن تعيد؟ هود. هود. هود بن طه القاسم. يا هود من وين تكلمينا؟ هود صديقنا يعني ولد. من سويق.
نحيك لأصدقائنا اللي في ولاية السويق. يا هود. نعم. راح تروح لأي صف؟ أروح صف سابع. ما شاء الله عليك يا صديقنا. يا صديقنا بما أن الحين إجازة، كيف تستثمر وقتك في الإجازة؟ ممارسة الرياضة. وإيش بعد؟ قراءة القرآن الكريم. وإيش بعد يا صديقنا؟ قراءة القصص. شيء جميل يا صديقنا. مستعد للمسابقة؟ نعم. فاهم المسابقة؟ أيوة. بنخليك مع زميلنا يزيد. أهلاً وسهلاً فيك يا هود. بما أن خلاص ليلى سولفت معاك، ننتقل مباشرة إلى المسابقة اللي هي مسابقة لغتنا الجميلة. يلا يا هود، جاهز للمسابقة؟ جاهز. وفاهم المسابقة أكيد؟ أيوة. يلا نشوف المسابقة. ننتظر الفقرة تظهر. هذه ظهرت معانا الفقرة وتقول: تعد السلاحف من الحيوانات المعمرة، إذ قد يصل عمره بعض أنا بعد بالغلط قلت هالإجابة. يلا يا هود. أنواعها. بعض أنواعها. ممتاز يا صديقي هود. إلى 150 سنة، وتنتشر في السلطنة منها فراغ أنواع. خمسة أنواع. خمسة أنواع. ممتاز يا هود. هي السلحفات الخضراء الشرفاف والزيتونية والريماني ضخمة الرأس، وسلحفات النملة التي تأتي إلى فراغ الشاطئ لتتغذى. ممتاز يا صديقي هود، كل إجاباتك إجابات صحيحة. خلنا نقرأ الفقرة مرة ثانية. تعد السلاحف من الحيوانات المعمرة، إذ قد يصل عمر بعض أنواعها إلى 150 سنة، وتنتشر في السلطنة منها خمسة أنواع. هي السلحفات الخضراء والشرفاف والزيتونية والريماني ضخمة الرأس، وسلحفات النملة التي تأتي إلى الشاطئ لتتغذى. إذا 50 ريال عماني لك يا صديقي هود. نشكرك على هذه المكالمة الفعالة، ونشوف إيش معانا الحين يا خديجة. معانا فاصل، وإن شاء الله راح نكمل وراح نتعرف على المواهب الباقية معانا، وراح نكمل معاكم كل الفقرات. لكن خلكم لنا من المتابعين، نطلع فاصل ولا نعود بإذن الله. أرأيت يا ريما، هذا اليوم يبدو مختلفا. الشمس بهية العينين، تتلألأ بخيوطها الفضية كأنها لجة على صفيحة بيضاء. والأشجار، الأشجار يا ريما تلوح للسماء، تهمس بحفيف شجي كوشوشة الريح في أذن الحقول، وخرير الماء ينساب كسلسبيل وعيون. نعم نعم يا أنسام، هذا اليوم كل شيء يبدو مختلفاً. ألوان السيارات، أثواب النساء، أسطح المنازل والمدارس، وأهازيج الرجال، إنها ملامح العيد تنعكس على زهور الأرض ونوارس الفضاء. نعم نعم يا صديقتاي، أبيض، أحمر، أخضر، ثلاثة ألوان تتكرر أمام أعيننا مع كل خطوة وفي كل وجهة وعند كل منحنى وعلى كل طريق. انظروا انظروا، لقد جاء أصدقاؤنا، وفي أيديهم يحملون الحلوى والأزهار، ومن أعينهم تلمع الفرحة وتقفز الأشعار. أنت والوطن يكتب التاريخ هذا للزمن، جادك الغيث إذا الغيث شكن بين أرجائك وانساب مزن. يا عمان المجد، يا عمان المجد، يا عمان المجد قابوس الوطن. وأيوم الرؤى
الفوض في أفلاجك تزرع الحب وتهديه فنن يا ديار السلم والحلم معا زانك الخير سهولا ومدن يا عمان المجد يا عمان المجد يا عمان المجد قابوس الوطن يا ذرى قابوس جهدا وعمل أشعل النار على رأس العلم وارسم الفجر زهورا وأمل وارسم الفجر زهورا وأمل يا عمان المجد يا عمان المجد يا عمان المجد قابوس الوطن يا عمان المجد يا عمان المجد يا عمان المجد قابوس الوطن أهلا بكم أصدقائنا الأطفال متابعين الأحبة ومتواصلين مع فقرات برنامج علم ومرح مع المواهب الموجودة معانا. ونذكركم أن اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا سحب لمبلغ 200 ريال عماني لفائزين، لكل فائز 100 ريال عماني، ودائما نطرح سؤال جديد في كل أسبوع، وما عليكم إلا أنكم تشاركوا أصدقاء الأطفال وترسلوا الإجابة الصحيحة على الأرقام اللي دائما تظهر على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، وحظ موفق للجميع. نروح لصديقتنا ود. ود تتفضلي معانا، تعالي يا ود. كيف حالك يا شاطرة؟ الحمد لله بخير. ود في أي صف؟ بروح صف السابع. ما شاء الله، من أي ولاية زايرتنا؟ من مسقط. من مسقط، يا أهلا وسهلا فيك يا صديقتنا. ود كيف تستثمري إجازتك الصيفية؟ في قراءة القرآن والرسم وقراءة القصص. جميل، قراءة القرآن هي عادة دائما احنا عندنا، مش بس فقط في الإجازة، يعني دائما احنا نقرأ القرآن، لكن حلو ان في الإجازة نحاول ان احنا نحفظ القرآن أجزاء معينة، نحاول ان احنا نتعلم آيات جديدة، يعني تفاسير هذه الآيات. وحلو ان نحن ايضا نتعلم التجويد، كيف ان احنا ننطق ايضا الكلمات الصحيح، الكلمات بطريقه صحيحه. شطوره يا صديقتنا. طيب حاطه في بالك انك تزوري مكان معين في الاجازه؟ صلاله. صلاله، يا سلام، كل اصدقائنا الاطفال راح نلتقي كلنا في صلاله، يزيد في سنين ليلاس اصدقائنا. بدأ طبعا اجواء الخريف فلكيا امس، لكن الاجواء كانت يعني ما شاء الله موجوده دائما، الصور ومقاطع الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحله سعيده للجميع، ودائما نقول لكم انتبهوا في الطرقات ودرب السلامه والله يحفظ الجميع. طيب يا ود نرجع معاكي، ود ايش محضرت لنا؟ رسومات وقصص، قصه حبيت يعني قريتها وحبيت اني حبيت انك تشاركيني اياها. جميل، نبدا مع القصه اول شيء. ونشوف القصه ايش اللي حضرتي لنا اياها يا صديقتنا. هي قصة تتكلم عن دمية صنعتها عاملة وسوت فيها سحر وهديتها لطفل، فكان هي قصة خيالية؟ لا حقيقية. حقيقية؟ أيوة. يلا نسمع القصة مع بعض. بعدين أم الولد سافرت وتركته في البيت مع العاملة. حط الميكروفون كذا. أيوة. زين بعدين يوم شافوا الجيران صوت الشخص يصيح وهذه الأشياء، يوم شافوا أنه في دمية جالسة تسوي مشاكل في البيت، فهي اتصلت بأهالي الولد وقالت له أنه في دمية في بيتكم، فهذه الدمية هي شريرة، فودوها في متحف وخلوها هناك وقالوا لها ممنوع التصوير لأنها فجأة بتسوي مشاكل في الشخص اللي يصوره. جميل، وين خذتي هذه القصة؟ من قصة من مكان. جميل حلو، طبعا هي يعني فيها قيمة معينة جميلة حلوة صراحة، وأيضا أصدقاء الأطفال قروها موجودة على اللوحات اللي ركبوها، لأن نحن ما نصور أي شيء، نستأذن قبل لأن نحن نصور. قصة جميلة وحلوة إن إحنا نشغل خيالنا شوية ونفكر هل هذه القصص حقيقية موجودة أم لا، وحلو إن نحن نتعلم القراءة ونقرأ دائما ونستفسر ونتعلم يعني أشياء جديدة ومفردات جديدة وحكم مختلفة. إيش الشيء الثاني اللي محضرت لنا يا صديقتنا؟ رسومات. نشوف رسومات مع بعض، تعطينا رسوماتك؟ يلا نشوف الرسومات. يا سلام رسومات حلوة، هذه أول رسمة. كلمينا عن كل رسمة أنا أظهرها، أنت كلمينا عنها. هذه مصاصة. جميل حلو، أنا فكرتها آيس كريم بسبب أجواءنا الجميلة. وهذه طلع آيس كريم، هذا الشيء اللي نحتاجه حاليا كلنا. وكيف فرحان. جميل حلو، كيف تلوينك يا صديقتنا؟ كيف تنسق الألوان وتختاريها؟ أشوف من يعني الأشياء اللي هم مسوينها. تقلدي يعني رسومات؟ أيوة. وتحطي فيها لمستك الخاصة. أيوة هذه كذا.
جميل. بعد هذا الشيء الجميع يحتاجه حاليا في أجواءنا الحلوة، تكون باردة ولذيذة. وهذا جميل حلو. ايش حابة تصير لما تكبري يا شاطرة؟ معلمة. خلصت الرسومات معلمة. معلمة في اي مجال؟ ما اعرف. بعدك ما اخترتي المجال اللي حابة انك تصيري معلمة فيه؟ لا. جميل حلو. في رسالة وقيمة معينة ان انت حابة انك تصيري معلمة، يعني نحن لازم نحترم معلمينا اللي يعلمونا دائما واللي تعبوا معانا. وايضا انت حابه انك تصيري معلمه لانك شفت اكيد المعلمات كيف يتعبوا وكيف ايضا يشجعوا الاطفال، صحيح؟ أيه. جميل حلو، نوجه لك كل الشكر يا صديقتنا، سعدنا ايضا في هذا اللقاء الجميل ومواهبك الحلوه، استمر في القراءه واستغلي اجازتك الاستغلال الامثل، وان شاء الله تصيري معلمه في المستقبل تستاهل يحيوها. شطوره شطوره. ونروح من ود الى ميس. ميس تفضلي معانا، تعالي يا شاطره. ميس الجميلة، كيف حالك يا ميس؟ بخير الحمد لله. ميس من أي ولاية زايرتنا؟ مسقط. من مسقط، يا أهلا وسهلا. ميس تروحي صف كم؟ ثامن. صف الثامن، ما شاء الله، كيف كانت الدرجات؟ حلوة. حلوة؟ أكيد حلوة؟ وإن شاء الله تكون أحلى وأحلى السنوات القادمة. إن شاء الله. ميس كيف تستغلي إجازتك الصيفية؟ أقوم بممارسة الهواية اللي أحبها. واللي هي؟ قراءة القرآن، الرسم، الإنشاد. جميل حلو. دائما نقول لأصدقائنا الأطفال أن قراءة القرآن هي عادة روتينية يومية لازم نسويها في حياتنا، مش فقط في الإجازة، لكن احنا نتعلم التفسير، التجويد، نتعلم أن نأخذ القصص والعبار الموجودة في القرآن الكريم نطبقها في حياتنا دائما. وعندك موهبة الرسم، وإيش بعد عندك؟ الإنشاد. الإنشاد جميل. إيش اللي حضرت لنا اليوم من هذه المواهب؟ أنشودة عن الأب. أنشودة عن الأب، جميل. الله يحفظ لنا جميع الآباء ويرحم المتوفين منهم. تفضلي يا صديقتنا. ما في شخص بطيبته ما في أفدي قلبه الصافي من يشبهك يا بوي، أنا موجودة علشانة تكفي ضمة أحضانة روحي وقلبي يا بوي. لا ما في شخص بطيبته ما في أفدي قلبه الصافي من يشبهك يا بوي، أنا موجودة علشانه تكفي ضمة أحضانه روحي وقلبي يا بوي. يداريدي يفهمني ويحس فيدي يكبر قدر بعيني يا حبيبي يا بوي. يداريني يفهمني ويحس فيدي يكبر قدر بعيني يا حبيبي يا بوي. يا سلام. غالي ورضاه اكبر بالي يا ذخري وراس بالي ما انسى فضل بوي. حبه قلبي ممتلي بحبه حتى وانا مقربة اشعر في حب بوي. بوي معلمني عذوق على الحشبة واخلاقي يكون اسمة يا فخري ببوي. يا سلام، تستاهل تحية كبيرة، حيوها. شطورة، نشكرك على هذا الأنشودة، الله يرحم جميع الآباء المتوفين والله يحفظ آبائنا أكيد. أنشودة جميلة وحلوة يا صديقتنا، فيها كلمات جميلة، دائما الأب يتعب علشان يسعد أبناءه أكيد، ونحن نقدر هذا الجهود، وأكيد نحن إن شاء الله لما نكبر نرعى آبائنا أكيد، ودائما نقول لأصدقائنا الأطفال دائما يعني يترحموا على المتوفين منهم. حابة أنك تقدمين لنا شيء آخر؟ لا شكرا. شكرا لك يا صديقتنا، تستاهل تحية، حيوها. شكرا لك. نروح لزميلتي تسنيم. اذا ما شاء الله مواهب ماطره خديجه اليوم، مبدعين ومتالقين الاصدقاء الموجودين، ودائما يعني احنا نقول ان استمروا في هذه المواهب الجميله. والحين يا خديجه ايش رايك نذكر اكيد مشاهدينا الكرام واللي يتابعونا بمسابقتنا الاسبوعيه، مثل ما تعودنا يا خديجه احنا نطرح السؤال ونقوم بالسحب عليه يوم السبت، فاسبوع كامل للاجابه والمشاركه. والاجمل انه هذه المسابقه يا خديجه يا يزيد يا للناس وللجميع بالتاكيد انها تنمي المواهب وأيضا تنمي المقدرة على المعرفة والمشاركة، فالبحث
والاستقصاء في مختلف المجالات. صحيح. وسؤال الأسبوع الماضي كان يقول متى بدأ بث إذاعة سلطنة عمان؟ وطبعا كانت الإجابة رقم واحد في 30 يوليو عام 1970. فمبارك بالتأكيد لكل من أجاب إجابة صحيحة، وإحنا بالتأكيد راح نجري السحب لاحقا. لكن الحين راح نطرح سؤال حلقة هذا الأسبوع بإذن الله، فتابعوا السؤال مع بعض مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد من بعد طرح السؤال الأبواب مفتوحة للإجابة، ونتمنى التوفيق للجميع. الأطفال، هذا هو السؤال الأسبوع المقبل، ننتظر مشاركاتكم أكيد على الأرقام اللي ظهرت الحين على الشاشة، وكل التوفيق للجميع. أيضا ظهرت معنا أرقام المشاركة والحضور في الاستوديو، وأيضا أرقام المشاركة في مسابقة لغتنا الجميلة. الحين ننتقل للزميلة شهلاء البلوشية ونشوف أي جولة راحت شهلاء وإيش محضرت لنا. أكيد ولنا عودة، خلكم لنا من المتابعين. أصدقائي الأطفال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الزيارة التي سنأخذكم فيها إلى مكتبة الأطفال العامة في مسقط، حيث سنتعرف من خلالها على ورشة الديكوباج. تعالوا معا لنتعرف على هذا الفن الجميل. تأتي ورشة فن الديكوباج التي تنظمها مكتبة الأطفال العامة ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تقيمها المكتبة لاستغلال أوقات الفراغ لدى الناشئة وطلبة المدارس وصقل وتنمية مواهبهم وقدراتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. في هذا الموسم الحافل بالورش والفعاليات، اليوم عندنا ورشة الديكوباج، وهي من الورش الجميلة وتعتبر من الأعمال اليدوية الحرفية، وتفيد الأطفال إن هم يستخدموا أوقات عملهم بشكل جميل، إنه يقضوا وقت ممتع وفي نفس الوقت يتعلموا فيه صنعة يستفيدوا منها ويمارسوها إن شاء الله في حياتهم، وأيضا ممكن يبدأوها كتجارة منزلية لهم. وتهدف هذه الورشة لتعريف وتدريب الأطفال على فن الديكوباج وأنواعه، حيث تساعدهم على صنع صناديق الهدايا باستخدام ورق الصحف والمجلات والمناديل الملونة والصور الشخصية، وإنتاج مجموعة من الأشياء الجميلة باستخدام خامات البيئة المختلفة. اليوم الورشة اسمها ديكوباج، واليوم تعلمت كيف أسوي الزينة. ليش شاركتي في هذه الورشة؟ عشان أنا أحب الفنون، فقررت أني أشارك هذه الورشة عشان أتعلم الكثير منها. وإيش اللي تعلمتي؟ إن كيفية تجديد الأشياء القديمة ويعني أسويها مثل الجديدة. أروى، ليش شاركتي في ورشة اليوم؟ لأني أحب الرسم وأحب أجد أسوي أحول من الجديد إلى من القديم إلى الجديد، وأحب إني أبتكر أشياء جديدة. جميل، وإيش سويت اليوم؟ طبعا جددت هذا الصندوق، كان قديم جددته وسويت له يعني رسمات، سويتها ولزقتها. أحبائي الأطفال، هكذا كنا وإياكم في زيارة جميلة وممتعة لهذه الورشة التي تعلم فيها المشاركون كيفية صنع وتزيين الهدايا من خلال فن الديكوباج. نلتقيكم في زيارات أخرى قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.
لكم مشاهدينا الكرام واصدقائي الاطفال بعد هذا التقرير الجميل اللي قدمته لنا صديقتنا شهلاء البلوش، وايضا ذكرت احد الاشياء الجميله اللي نقدر منها نستغل الاجازه الصيفيه اللي هي عاده التدوير واستغلال الاشياء يعني الضائعه في البيت او خامات المنزليه في يعني نصنع بها الاشياء. مثل نشوف احد صديقاتنا اللي شاركت في الورشه صنعت من خامات المنزل صندوق جميل أو حصالة، فهذه من الأشياء الرائعة والجميلة اللي نقدر نستغل بها الإجازة الصيفية. إذن ننتقل الحين إلى زميلتي تسنيم. إذن شكرا لك يا يزيد، بس إيش رأيك تأخذ في البداية مكالمة وبعدين نرجع نشوف إيش أنا هنا عندي؟ طيب نأخذ مكالمة وبعدها راح نرجع لك يا تسنيم. معانا مكالمة ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، أعطيني اسمك الثلاثي مع القبيلة. جلال هلال الرواحي. حياك الله يا جلال. جلال من أي ولاية تكلمنا؟ من ولاية بركة. من ولاية بركة ما شاء الله، وفي أي صف أو تروح أي صف؟ أنا صف ثالث. تروح الصف الثالث ما شاء الله، وكيف كانت الدرجات في الصف الثاني؟ زينة. زينة؟ إن شاء الله صف الثالث تكون الدرجات أجمل وأجمل. نحن ذكرنا سؤال في بداية الحلقة، كيف نستغل الإجازة الصيفية؟ صديقي جلال إيش تسوي أنت في الإجازة الصيفية؟ في هذه الإجازة إيش تسوي؟ ألعب وأتعلم القرآن الكريم. يا سلام، تتعلم القرآن الكريم وتحفظ القرآن أيضا؟ نعم. وتحب أنك تمارس هواياتك؟ نعم. إيش من الهوايات الجميلة اللي تحب تمارسها يا جلال؟ يلا يا جلال، ايش تحب يعني من الهوايات اللي تحب تمارسها؟ كرة القدم. كرة القدم هذا شيء اكيد صحيح يا جلال؟ كرة القدم. جميل ان نحن نلعب كرة القدم، لكن نبتعد عن الاماكن اللي فيها خطورة، صحيح يا جلال؟ صحيح. يصير نحن نلعب في الشارع؟ نلعب في الاماكن المخصصة للعب، صحيح؟ نعم. جميل يا جلال، فاهم مسابقة لغتنا الجميلة؟ نعم. إذا ننتقل للمسابقة. إذا هذه هي ظهرة الحين، لك فقرة فيها ثلاثة فراغات، عليك يا صديقي جلال أنك تملي هذه الفراغات في أسرع وقت. وتقول الفقرة: تنتشر فراغ والحصون. يلا يا جلال. قلاع. تنتشر القلاع والحصون، ممتاز يا جلال. في كل ربوع عمان، فهي معالم فراغ حضارية. فهي معالم حضارية، صحيح، ممتاز يا جلال. وتاريخية بارزة، تحكي تاريخا فراغ وتروي مجدا تليدا. عريقة. تحكي تاريخا عريقا، ما شاء الله عليك يا جلال. وتروي مجدا تليدا. إذن كل الإجابات إجابات صحيحة، وخمسين ريال عماني في رصيدك، ممتاز يا جلال. أما الفقرة تقول: تنتشر القلاع والحصون في كل ربوع عمان، فهي معالم حضارية وتاريخية بارزة، تحكي تاريخا عريقا وتروي مجدا تليدا. إذا نحن نلاحظ يا خديجة ويا تسنيم أن سلطنتنا الحبيبة تزخر بالكثير من القلاع والحصون، وبما أننا نحن الحين في إجازة صيفية، جميل أن نستغل هذه الإجازة الصيفية في زيارة مثل هذه الأماكن السياحية، نتعرف على حضارتنا العريقة، مثلا نتعرف على الأدوات القديمة اللي كانت تستخدم في شتى الحرف، وأيضا نتعرف على الأسلحة القديمة اللي كانت تستخدم في ذلك الزمان، والملابس الرجالية والنسائية التقليدية التي كانت تلبس في ذلك الوقت. إذا ننتقل الحين لزميلتنا تسنيم ونشوف إيش مخبيتينا يا تسنيم. ما شاء الله عليك يا يزيد، طبعا الفقرة الجميلة اللي أنت طرحتها في مسابقة لغتنا الجميلة، صحيح، كانت رائعة وزاخرة، حكت وروت العديد من التفاصيل التي تعكس جزء لا يتجزأ من السياحة الموجودة في سلطنة العمان، متنوعة من قلاع وحصون، مزارات طبيعية وتاريخية، حب الله عمان الغالية بها، وكأنها قصة تستحق أن تروى، وكل قصة لها عنوان، لذلك جاء الشعار الترويجي لوزارة السياحة تحت مسمى عمان للجمال عنوان، فهذا العنوان دائما ما يستحقها هكذا أن يبرز وأن يظهر في كل مكان، فتصدح هذه البلد الغالية بما تحتويه من كل التفاصيل. ومن خلال هذه الفقرة الجميلة عندي يعني كذا موهوبين صغار راح يلونوا معانا لوحة من لوح عمان. عمان زاخرة
متميزة ومتألقة، وعندنا هذا الكتيب الجميل اللي يحتوي مجموعة من الصور المختلفة التي تعكس مجموعة من الأشياء التي تمثل عمان بشتى المجالات. بدأناها من الحلقات الماضية، واليوم الصغار اللي عندنا راح يختاروا رسمة من الرسومات ويقوموا بتلوينها. راح نشوف إيش هي الرسومات اللي راح يختاروها، بإيش راح يلونوها، وإيش يعرفوا عنها. بس في البداية أتعرف على الأبطال الحلوين الموجودين معنا. اسمك يا بطل؟ علي بن موسى الذهلي. يا حي الله بسهلة علي. والجميلة معانا رنيم سالم الشكيري. انزين يا علي ويا رنيم، عندكم الكتيب وعندكم الألوان الجميلة، كل واحد منكم يتخذ لوحة من لوح عمان الرائعة ويلونها. يلا كل واحد منكم يفتح الكتيب ويختار أي واحدة من اللوح. يلا بنشوف إيش راح تختاروا. يا سلام، أنت إيش اخترت علي؟ المجمر. المجمر العماني ورائحة اللبان. عندك الألوان، وابدأ لون ونشوف مجمرك كيف بيطلع. وانت ايش اخترتي؟ محمية السلاحف برأس الجنز. برأس الجنز. زرتي هذه المحمية من قبل؟ انزين، نريدك تلون الحين المحمية والصورة الموجودة هنا، او من بعدها راح نرجع لكم. بس نشوف خديجة ايش عندها. تسليم، بما ان اصدقاء الاطفال راح يلونوا مجموعة من المعالم السياحية الجميلة، راح نكمل ايضا مع مواهبنا الحلوين الموجودين معانا ونروح للبطل اليقظان. تتفضل معانا؟ تعال يا بطل. كيف حالك يا اليقظان؟ خير. اليقظان من اي ولاية زايرنا؟ ولاية الرستاق. يا اهلا وسهلا. اليقظان تروح صف كم؟ السادس. السادس، يا سلام. كيف تستغل اجازتك؟ ايش تسوي فيها؟ ارسم. ترسم وتلون؟ ايوه. وتلعب كوره مع اخوانك واصدقائك؟ ايوه. جميل، ايش محضر لنا اليوم؟ رسومات. رسومات، انت رسمتها؟ انا ولونتها؟ ايوه. انت واختك، جميل. يلا نشوف الرسومات اللي محضرنها. هذه رسوماتك؟ نعم. يلا نشوف هذه الرسومات. ساعدتك اختك في التلوين؟ نعم. نوجه لها تحية، هي موجودة معانا اليوم في البرنامج. يا سلام، رسمة جميلة. هذا ايش؟ الجمل. الجمل، والجمل وين يعيش؟ في الصحراء. في الصحراء، صحيح. شاطر يا بطل. هذا ايش؟ شخصيات كرتونية؟ نعم. حلو، تحب تتابع دائما التلفزيون وتتابع الرسوم؟ ايوه. جميل يا بطل. هذه الشخصية معروفة جدا عند الأطفال كلهم، سوبر ماريو، صحيح؟ صح. شطورة، شفتاني كيف شطورة؟ يا سلام. هذا إيش؟ مارشميلو. مارشميلو، جميل. طيب متى ترسم؟ في أي وقت أكثر شيء ترسم؟ وقت الفراغ. وقت الفراغ، لما تكون فاضي وأختك فاضية ترسموا مع بعض وتلونوا؟ نعم. وإيش الأشياء الثانية اللي تسويها غير الرسم والتلوين؟ أقرأ. تقرأ؟ تقرأ قصص؟ أيوه. جميل يا صديقنا، نحن هناك عندنا كتيب فيه كذا مجموعة من المعلومات عن معالم السلطنة السياحية الجميلة مقدمة من وزارة السياحة. إيش رأيك تقرأ لنا جملة منه؟ نشوف قراءتك مع بعض يا صديقنا. يلا ناخذ هذا الكتيب المقدم من وزارة السياحة، وعنوانهم عمان للجمال عنوان. يلا إيش رأيك تقرأ لنا هذا؟ صديق السائح، استأذن قبل تصوير الأشخاص وزملائك الخاصة في المواقع السياحية واستمتع براحتك. جميل يا صديقنا، حلو، معلومة جميلة. طيب نشوف مرة ثانية أشياء مختلفة. يلا تقرأ لنا أي شيء أنت تحبه. إيش رأيك هنا؟ خور رماد الشام. أيوة. في مضيق مسندم يمكننا الاستمتاع بالسباحة بصحبة الدلافين والاستمتاع بالمناظر الجبلية المحيطة في راحة في رحلة بحرية من خلال هذا الخور. هذا الخور، خور رماد الشام، في مضيق مسندم يمكننا الاستمتاع بالسباحة بصحبة الدلافين والاستمتاع بالمناظر الجبلية المحيطة في رحلة بحرية من خلال هذا الصخور. في مرة زرت مسندم؟ لا. هذه طبعا في خصب، وخصب جميلة جدا وأجواءها جميلة وحلوة، إن شاء الله تروحها. إيش حاب تصير في المستقبل؟ مهندس. مهندس، إن شاء الله تصير مهندس. مثل من حاب تصير مهندس؟ أختي. مثل أختك، إن شاء الله تصير مهندس يا صديقنا، يستاهل تحية. حيو. ونروح للبطل الثاني معانا، صديقنا محمد. محمد تتفضل معانا.
وأصدقائنا مستمتعين يلونوا المعالم السياحية في الكتيبات المقدمة من وزارة السياحة. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله زين. محمد صف كم؟ روح الثامن. صف الثامن ما شاء الله. محمد كيف تستغل إجازتك؟ إيش تسوي فيها؟ رسم. ترفع الميكروفون؟ أرسم. ترسم وتلون؟ اليوم حضر لنا رسومات صحيح؟ يلا نشوف مع بعض رسوماتك يا صديقنا. حلو إن نحن أصدقاء الأطفال رسامين وكل طفل عنده موهبة الرسم في مجال معين. تحب ترسم السيارات؟ حط الميكروفون كذا. متى ترسم؟ في أي وقت؟ فراغ. في وقت الفراغ. يا سلام. شوف يزيد، هذا شغلة يزيد السيارات. يا سلام رسوماتك جميلة. من يساعدك أو وحدك كلك ترسم هذه الرسومات؟ وحدي. يا سلام بطل. طيب يا صديقنا، ما أنك ترسم السيارات، تعرف أنواع سيارات مختلفة؟ يعني مثلا لو مشت سيارة في الشارع أي نوع تعرف تقول لها مثلا هاي نوع من كذا من صناعة شركة معينة؟ شطور. حلو، يلا بما أن نحن عندنا بعد هذا الكتيب المقدم من وزارة السياحة، إيش رأيك تقرأ لنا شيء من هذا الكتيب؟ يلا تقرأ لنا هنا؟ البيت القديم الذي يوجد في بوشهر ويسا. بيت المقحم. أيوة. بيت المقحم الذي يوجد في بوشهر ويسمى البيت الكبير لأنه أكبر بيت في حارة الفليج، ويسمى أيضا بيت في حارة الفلج. الفليج. الفليج صحيح، أنا شفتها. ويسمى أيضا بيت السيدة ثريا بنت محمد بنت عزان التي عاشت خلال القرن الثاني عشر. الثاني عشر هجري، ويذكر أنها هي التي بنت. يا سلام شطور يا صديقنا. طيب يا محمد آخر سؤال لك، إيش حاب تصير لما تكبر؟ ترفع الميكروفون؟ وزير إعلامي. إن شاء الله يا صديقنا تحقق هذا الحلم. نشكرك واستاهل تحية. حي صديقنا. إذن شكرا لك يا محمد. أصدقاء الأطفال نأخذ كذا فاصل بسيط ونعود لكم مرة أخرى. خلكم معانا، حلوة أحلام أصدقائنا الأطفال وطموحاتهم الجميلة، وإن شاء الله راح نتعرف على أحلامهم وطموحاتهم الباقية، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معانا. مشاهدينا الكرام واصدقائي الاطفال، وخلنا نكمل فقرات برنامج علم ومرح. معانا الحين مكالمه، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، من معانا؟ اعطيني اسمك الثلاثي. مريم. اهلا وسهلا يا مريم، من اي ولايه تكلمينا يا مريم؟ من ولايات سلطنتنا الحبيبه. من ولايه ام عباله. من ولاية السيب منطقة المعبيلة. جميل يا مريم. طيب يا مريم في أي صف؟ صف الثاني. الصف الثاني تروحي الثالث صح؟ يا مريم. مريم ثاني. في الصف الثاني تروحي الثالث أو أول تروحي الثاني؟ ثالث. خلاص ما مشكلة، فاهمة مسابقة لغتنا الجميلة يا مريم؟ يا مريم، مريم خليك مركزة معانا. أنت معانا يا مريم؟ نعم. مريم فاهمة مسابقة لغتنا الجميلة؟ نعم. يلا نشوف المسابقة وخليك مركزة معانا يا صديقتنا مريم. يلا نشوف المسابقة. إذن المسابقة هذه ظهرت معاك فقرة فيها ثلاثة فراغات، من خلال الخيارات الموجودة أعلى الفقرة تكمل الفراغات في أسرع وقت يا مريم. تقول الفقرة: الزجرة أو الزجرة هي آلة فراغ خشبية.
هي آلة خشبية ممتازة تقليدية لرفع مياه الري من فراغ. يلا يلا يا مريم. من الينابيع. من الينابيع أم الآبار؟ أم الآبار؟ يلا الينابيع أم الآبار؟ الينابيع. لا غيري، الينابيع أم الآبار؟ الآبار. الآبار، خلاص ممتازة، إجابة صحيحة. حيث يتم تركيبها على فتحة البئر وتتكون من حامل خشبي أو يبنى بالطين أو الحجارة ويحتوي على عجلة تسمى فراغ. يلا يا مريم آخر فراغ. القاطع. لا غير يا مريم، اللي على يمين خشبية المنجو. يلا سريع. القاطع. لا. مريم اللي على يمين خشبية، هذه الحين معاكي خشبية، اللي على يمينها ايش؟ سريع. القاطع. المنقور. ايش الإجابة؟ يزيد سعر مريم المنجور. يلا ايش الإجابة؟ المنجور. خلاص المنجور ممتازة. 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نحن دائما نحاول أن نساعد أصدقائنا الأطفال بقدر المستطاع، لكن بس انتوا عليكم أنكم تسمعونا من سماعة الهاتف وتخفضوا على صوت التلفاز، ولازم تكونوا مركزين معانا مثل ما شفنا الحين في الفقرة يا خديجة ويا تسنيم. يعني ما شاء الله أجدادنا في الماضي كانوا يتميزون بفن العمارة، ومن الأمثلة عليه هذا المنجور والزجرة أو الزاجرة والأفلاج والحصون والقلاع، وهذا دليل كبير على وجود حضارة عريقة وكبيرة في سلطنتنا الحبيبة. صحيح يا يزيد، حلوة براءة الأطفال، حلوة أصدقائنا الأطفال لما يحاولوا أنهم يعتمدوا على نفسهم ويتهجوا الكلمات أو الحروف علشان يطلعوا الكلمة الصحيحة. طيب صديقتي جميلة يعني. أنا يعني ما يعني صديقتنا كيف تنطق الكلمة وتحاول، يعني أنا ما ضحكت عليها هي يعني تضحك. فخر وفرح بمشاركتها. صحيح صحيح يا تسنيم، نحن نسعد دائما بكل المشاركات أصدقائنا الأطفال. شكرا لك يا يزير، معلومتك جميلة ورائعة. ونروح لصديقتنا ليلاس. ليلاس تعرفك أنت هذه المعلومة أو أول مرة سمعتيها من يزير؟ أول مرة. هذا حلو أنه في برنامجنا نتعلم أشياء جميلة ومختلفة. خبريني كيف تستغل الإجازة؟ أستغلها في زيارة الأرحام، وأيضاً أستغلها أنه أزور المناطق السياحية التي تشتهر بها عمان الحبيبة. جميل حلو. وأسافر مرات إلى أماكن. يا سلام، جميل حلو أن نستغل إجازتنا بأشياء تفيدنا وتمتعنا. الحين وصلنا إلى الفرز، رح نسحب على مبلغ 200 ريال عماني لفائزين، لكل فائز 100 ريال عماني. خلنا نشوف أصحاب الحظوظ السعيدة معانا اليوم ونشوف الأصدقاء اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة وربحوا معانا. نشوف صاحب الحظ السعيد معانا، صاحب الرقم 9114135. 9114135. 100 ريال عماني مقدم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ألف مبروك. نشوف الرقم الثاني معانا وصاحب الحظ السعيد. نبارك لصاحب الرقم 9933-6208. 9933-6208. 100 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إذا حظ موفق للجميع أصدقائي الأطفال. طرحنا لكم نحن سؤال الحلقة أو سؤال الأسبوع المقبل، ننتظر مشاركاتكم ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. مكملين مع مواهبنا الحلوين ونروح، لكن قبل المواهب نروح لزميلتنا تسنيم ونشوف أصدقائنا إيش سووا هناك. إذا الحين يا خديجة أصدقائنا انتهوا من تلوين الرسومات الجميلة، فخلنا نستعرض الرسومات اللي اختاروها وأيضا قاموا بتلوينها بكل إبداع وتميز. علينا نعرض التلوين الجميل اللي انت قمت به. إذا هذه ما شاء الله عليك يا صديقنا، الشيء الجميل اللي طبعا أنت لونت المجمع العماني الموجود في كل المنزل. خبرني الألوان اللي اخترتها يا علي، دائما كذا تشوف المجامر بشكل عام؟ يعني كأنه مجمر فخاري صح؟ البني. أيوه. والأسود
والبرتقالي. جميل، واهم شيء طلع منه اللبان العماني، دائما طبعا يستخرج من شجره اللبان، تتميز بسلطنه عمان ويصدر الى الحضارات والدول المختلفه. وهذا هو المجمر العماني. نشوف صديقتنا المبدعه والجميله اللي زارت محميه السلاحف براس الجنز، وهذه الرسمه الجميله. خبرينا عن الالوان الجميله اللي اخترتيها يا صديقتنا ونعرض للمشاهدين. ازرق، ايوه، اخضر، بني. جميل، السلحفاة لونها ايش؟ اخضر فاتح مع اخضر غامق. اخضر فاتح مع اخضر غامق، ما شاء الله عليك يا صديقتنا. والجميل ايضا يعني يا خديجة ويا يزيد، يا للاس وللجميع بالتأكيد، انه هذا الكتيب يحتوي على مجموعة من الصور والرسومات المختلفة اللي تذكرنا بمختلف المناطق او الاشياء المختلفة والجميلة. فيعطيكم العافية يا حلوين، وتقدروا ترجعوا اماكنكم ونروح لمكالمة مع يزيد. يلا ناخذ اخر مكالمة يا تسنيم، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، من يكلمنا؟ من معانا؟ احمد. احمد، احمد اعطيني اسمك الثلاثي مع القبيله. احمد سعيد خميس السنيري. اهلا وسهلا يا احمد. احمد من اي ولايه تكلمنا؟ مسقط. من ولايه مسقط او من محافظه مسقط؟ من محافظه. جميل يا صديقي أحمد. صديق أحمد، أنت فاهم مسابقة لغتنا الجميلة؟ نعم. يعني أنت متابع لبرنامج عمو مرح، صحيح؟ نعم. يلا نروح لمسابقة لغتنا الجميلة، نتمنى منك التركيز يا أحمد. وتقول الفقرة: تقع محمية السلاحف في رأس فراغ. تقع محمية السلاحف في رأس فراغ. الحين ذكرناها. رأس الحد. لا يا صديقي، رأس الحد. الحد. رأس الحد، ممتاز يا أحمد. بولاية صور بمحافظة جنوب فراغ. الشرقية. بمحافظة جنوب الشرقية، ممتاز يا أحمد. وقد أعلنت كمحمية عام 1996، وتهدف إلى الحفاظ على السلاحف وأماكن تعشيشها على الشواطئ، وتهدف أيضا إلى نشر الوعي. فراغ البيئي. ممتاز يا أحمد، واستغلال الموارد البيئية. إذن كل إجاباتك كانت الإجابات الصحيحة، ونبارك لك 50 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تسنيم، إيش معانا الحين؟ الحين عندنا موهبة متألقة ومتميزة في مجال الابتكارات العلمية، باسمكم طبعا أرحب بالمبدعة جنان بنت عبد البصير الفارسية من مدرسة شاطئ القرم. جنان طبعا حصلت على المركز الخامس في جائزة البحوث والابتكارات العلمية في مجال المياه في فئة المبتكر الناشئ، الذي ينظمها مجلس البحث العلمي، بمشروع قنن استهلاكك نوفر مالك، صحيح جنان؟ أيه. حياك الله معنا يا جنان، وإيش رأيك أكيد تكلمينا عن هذا المشروع؟ المشروع عبارة عن منتج يقوم المستهلك بشراء المنتج وتركيبه في الخط الرئيسي للمياه للمنزل، ومن ثم يقوم بتحميل التطبيق. طبعا القنن استهلاكك نوفر مالك هو اسم التطبيق، يقوم بتحميله على الهاتف ويدخل بيانات التسجيل اللي هي الرقم التسلسلي للمنتج، بالإضافة إلى عدد الأشخاص في المنزل واختيار باقة الاستهلاك المناسبة له، حيث أن التطبيق يعني على حسب عدد الأفراد في المنزل يحسب متوسط الاستهلاك الشهري لهذا المنزل، ومن ثم سوف يستطيع يعني يعرف استهلاكه اليومي والشهري. الفكرة في هذا التطبيق أن كل ما قلل الفرد استهلاكه اليومي يحصل على نقاط، وكل ما زاد استهلاكه تخصم منه هذه النقاط. هذه النقاط ممكن بعدين يستبدلها يعني تخفيضات أو كوبونات على حسب الجهات اللي يعني الداعمة للمشروع. ما شاء الله عليك جنان، كفيتي وفيتي في شرح ماهية المشروع وعطيتينا أشياء بالتفاصيل عنه. ومن المهم جدا أن لا نسرف بالماء، ودائما يكون هذا الاستهلاك هو نمط من أنماط الحياة. خبرتينا عن أهمية المشروع، لكن ما هي أهمية المشروع أو ماذا أضاف لك أنت كجنان؟ أنا صراحة يعني وايد مهتمة في الجانب التقني، فلما شاركت في هذه المسابقة ويعني تنمت عندي مهارات تقنية كثيرة،
تعلمت مهارات كثيرة في البرمجة ومجال الإلكترونيات، وغير كذا تعلمت أشياء كثيرة ومعلومات كثيرة عن الماء أثناء يعني عملية البحث، وأكيد زاد من حرصي على ترشيد استهلاك المياه. ما شاء الله جميل. طبعا السلطنة دائما بمختلف دوائرها وقطاعاتها المختلفة تنمي وتركز على هذا المجال الذي يصقل لشخصية جميع الطلاب بمختلف مهاراتهم وميولهم وحتى هواياتهم. طيب جنان، إذا هذا المشروع بالتأكيد هو هذه بدايته، فنحن نؤمن بأن البدايات تحتاج إلى تطوير وتقدم، ماذا ستضيف جنان لهذا المشروع أو كخطة مستقبلية من أجل أن يصبح هذا المشروع أقوى وأفضل من ناحية الاستهلاك والترشيد؟ في البداية طبعا أتمنى أن يطبق، يعني أسعى أن يعني يتم تطبيقه على أرض الواقع، وأسعى أن يعني شركات كثيرة تشارك فيه من خلال المكافآت اللي تعطيها للأفراد. صحيح. يعني كل هذا هدفه اللي هو تحفيز الأفراد على ترشيد استهلاك المياه، وهذا إن شاء الله اللي يعني. وطبعا عندي خطط مستقبليه ثانيه اني اسوي اشياء ثانيه غير هذا التطبيق، يعني تطبيقات اخرى، وان شاء الله يعني القادم احسن. القادم اجمل. ما شاء الله عليك يا جنان، لديك فكر مبتكر او شخصيه رائعه، ودائما انسان واثق من نفسه يبني لنفسه امال وطموحات باذن الله ان هو انطلق بشكل سليم. احنا جدا سعيدين بانطلاقتك وبابتكاراتك وابداعاتك، ودائما علم ومرح هو بوابه لهذه المواهب، فكيفما كانت جنان بابداعاتها البرنامج منها واليها، وبالتاكيد لجميع المشاهدين. كلمه لكل الاطفال المبدعين اللي عندهم مواهب او افكار بس ما بدوا يطبقوها على ارض الواقع. الكلمة أو نصيحتي يعني الوحيدة لهم أن يبدوا في أسرع وقت، يعني ما يضيعوا الوقت وما يشوفوا مثلا أن العمر يعني أو أن إحنا ما نعرف. أو أيضا نصيحتي حالهم أنهم يعني يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية مهاراتهم، لأنها فعلا يعني تحتوي على معلومات مفيدة، وأي حد عنده اهتمام في مجال يطور نفسه في هذا المجال ويسعى أكثر. صحيح، دائما نستثمر هذه وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بما أن الآن نحن في هذا العصر، ودائما نستخدمها بما يفيد مشاريعنا ونوصل رسائلنا ونروج لهذه الأفكار المختلفة والابتكارية. ومثل ما قلتي، المواهب والإبداع ليس لها عمر محدد، فأبدعوا أينما كنتم وكيفما انطلقتم. ونعود إلى خديجة بعدما نشكر جنان المبدعة والمتألقة على حضورها اليوم وتألقها، لكن من بعد هذا الفاصل. صديقتنا جنان على هذه الموهبة الرائعة، وهكذا هم أبناء عمان دائما يبدعون في مختلف المجالات، نكمل مع أصدقائنا الحلوين أيضا المبدعين بأحلامهم وطموحاتهم بمواهبهم المختلفة، ونروح لصديقتنا نعمة. نعمة كيف حالك؟ نعمة تروحي صف كم؟ السادس. من أي ولاية زايرتنا؟ ولاية المصنعة. يا أهلا وسهلا، جاهزة وتقدمين لنا موهبتك وإيش محضرت لنا؟ محضرة قصص. قصص، أنت ألفتي هذه القصص؟ أيوه. نشوفها مع بعض؟ يلا نشوف القصص والشيء اللي حضرتي لنا اياه. يا سلام، هي قصص ايضا ملونتها وراسمتها، يعني مسيه القصه مصوره بنفسها. يلا تقراي لنا واحده من هذه القصص. يلا ناخذ قصه ونقراها مع بعض. قصه حامد النشير. يستعد حامد للذهاب الى المدرسه، واول ما يقوم به الذهاب الى الحمام الى دوره المياه، فيغسل وجهه ثم يتناول وجبة. تقرأيها كذا؟ أيوة. فيغسل وجهه ثم يتناول وجبة الإفطار الكاملة ليكون نشيطا وسليما، وعند انتهائه من وجبة الإفطار يذهب إلى غرفته لكي يستعد للخروج إلى المدرسة. جميل. عندما يخرج من البيت يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلت على الله، فيستعين بالله ليساعده في كل أعماله. تخرج أم حامد مع ولدها إلى موقف الباص ليركب ويصل إلى مدرسته بأمان وسلام. بأمان وسلام. بأمان وسلام.
وصل حامد إلى مدرسته ومر من أمام غرفة المدير فوجده واقفا عند الباب. سلم عليه ورد المدير السلام وقال: أسرع يا حامد وقف في الطابور مع التلاميذ. جميل. في الصف مراعاة الهدوء والنظام يساعدنا على فهم الدرس بسهولة، فحامد يراعي هذا السلوك، فعندما تسأله المعلمة يقوم ويرفع يده للإجابة، فتقول له المعلمة: تفضل يا حامد، ما هو جوابك؟ فيجب. يحب حامد أن يحافظ على كتبه ولوازمه المدرسية لأنها تجعله تلميذا مميزا، فحامد لا يرمي كتبه على الأرض ولا يسمح لأختي الصغيرة أن تلعب بحقيبته وكتبه. الجد والاجتهاد يحقق لنا النجاح والتوفيق ويساعدنا في الوصول إلى كثير من الأمنيات. يا سلام، تستاهل تحية كبيرة. حيو صديقتنا. آخر سؤال لك يا صديقتنا، إيش حابة تصيري؟ مهندسة. مهندسة، إن شاء الله تصيري مهندسة. نشكرك يا صديقتنا، تفضلي مكانك. شكرا لك. وناخذ صديقتنا ريماس. ريماس تفضلي معنا، تعالي يا ريماس. كيف حالك يا شاطرة؟ تحط الميكروفون. إيش راح تقدمين لنا؟ قصص. قصص، أنت ألفتي هذه القصص؟ طيب تعطينا عناوين هذه القصص، إيش هي القصص؟ يلا يا صديقتنا، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يلا يا ريماس، طبعا ما شاء الله اليوم أصدقائنا الأطفال مواهبهم جميلة وقصصهم رائعة. إيش عنوان القصة؟ ثمن الحذاء. تقرأيها على السريع؟ يلا. في الصباح الباكر مع خيوط الفجر الأولى تنهض نورا لتجهز الفطور وتتناوله في الخارج دون أن تلبس الحذاء. وبدأت نورا بتناول الفطور في الخارج، وقالت نورا لأمها: هل تسمحين لي يا أمي أن ألعب في وقت العصر في الحديقة؟ أجابتها أمها: نعم تستطيع اللعب في الحديقة. وفي وقت العصر ذهبت نورا ولعبت دون أن تلبس الحذاء، وفجأة داست نورا زجاجة كانت على الأرض وبدأت بالبكاء. أتت الأم وقالت لنورا: هل كنت تلبسين الحذاء؟ فأجابت نورا: لم أكن ألبس شطورة الحذاء. شطورة يا صديقتنا، شطورة. نشكرك على هذه القصة رائعة، بس نحن الوقت يداهمنا وما عندنا وقت. تستاهل تحية. حيوة صديقتنا. إيش نستفيد من القصة؟ إحنا لازم نلبس الحذاء. صحيح، علشان نحن ما نأذي أنفسنا. صحيح؟ شكرا لك، تتفضلي مكانك. شكرا لك يا صديقتنا. ونروح لتسنيم. إذن هنشكر أكيد جميع الأصدقاء والأطفال المبدعين اللي كانوا معنا اليوم، وبالتأكيد بالنيابة عني وعن جميع الزملاء وعن طاقم العمل. نقولكم مع الختام لكم منا أجمل تحية وألطف سلام. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في رحلة جديدة من بوابة علم ومرح، فإلى اللقاء.